الخير على كل حبايبي وكل متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي صحه وسلامه. بما اني عايشه في امريكا فانا قررت احضر مجموعه من الفيديوهات في اسواق امريكا ومحلات الشغل ممكن اروح في امريكا. ولو حابين تشوفوا اي مكان في امريكا ممكن تكتبوا في تحت، وانا لو رحت المكان ده ان شاء الله اصور لكم فيديو ونشوف الفيديو. اول فيديو ليا ده عباره عن فيديو في السوق في امريكا، في محلات كتير خالص، في محل مزادات، مزاد بلور، مزاد فواتح كتار، مزاد بلور، في محلات ملابس أطفال، ملابس كبار وإكسسوارات وتحف، محلات أكل جاهزة. هو عبارة عن سوق كتير خالص هنا في أمريكا. بس تتفرجوا معايا على جمال الطبيعة وجمال الأشجار، وهرجع لكم بره المزاد او بره السوق هنا، بره السوق هنا الناس بتبقى كاتبه ايس كريم، حلويات، اكل كده، حاجات جاهزه موجوده زي المحلات.
اما اللي هنا مكتوب ده بيقول ان ده مكان اعشاب طبيعيه لعلاج بعض المشاكل زي ما بيقول قدامنا بالانجلش للالتهابات والالم العظام. هنا هي عباره عن ده بودينج بالموز مكتوب عليه السعر بتاعه 4.99 $5. هنا دي كيكات بالتشيز يعني كيكات بالجبن. حلويات وشوفيات هنا بقى المكان الأهم الأكسسوارات بكل أشكالها الجميلة بكل ألوانها الروعة. كل ما تدخلوا الأكسسوارات اللي بقى موجودة هنا حاجات تحفة 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 روعة كل حاجة في الفيديوهات وفي الأسعار كل حاجة في حلقان في خواتم في أعجزة في كل حاجة.
بقى البيض بكل اشكاله، في البيض الابيض الكبير وفي البيض الابيض الصغير والبيض البني والبيض اللي فيه جواه صفارتين. في نفس المكان اللي انا بصور فيه ده، بس انا بحب